تعالوا نروح لموضوع آخر، وهو التقييمات اللي بتحصل للجامعات. السنة دي في تصنيف شنغهاي الخاص بالجامعات، كلية الهندسة جامعة أسيوط حصلت على المركز الأول في مجال الهندسة الكهربائية، وكمان حصلت على المركز الثالث في مجال هندسة الطاقة على مستوى الجامعات المصرية. يعني إيه الكلام ده؟ خلونا نقرب أكتر من خلال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا، اللي معانا على الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. يعني دكتور، في البداية بنبارك لحضرتك، وعاوزين نفهم بقى الكلام ده، يعني إيه مركز أول في مجال الهندسة الكهربائية ومركز ثالث في مجال هندسة الطاقة تحديدا؟ أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا حضرتك، جامعة أسيوط وهي منارة في الجامعات في الصعيد، وجامعة أسيوط حضرتك تبنت سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية وسياسة وزارة التعليم العالي التصنيف الدولي للجامعات، والحمد لله، وكانت خطة طموحة، ومنها ان احنا كنا انشأنا مكتب التصنيف الدولي يتبنى المعايير الدولية المطلوبة لارتقاء بالجامعات، وكان منهم تصنيف شنغهاي الدولي اللي هو اكاديميك رانكينج اوف وورلد يونيفرسيتيز. وطبعا ده يبقى ليه معايير معينه بتعتمد على عده معايير، منها نجاح الخريجين ونشر ابحاث علميه في نيتشر وساينس البريطانيه، والابحاث العلميه ونسبه الاشاره ليها في المجلات العلميه والعالميه، ونسبه الاشاره للباحثين في السنوات الخمسه الاخيره. فده هذا التوجه طبعا ساعد، وسياسات الجامعه ساعدت على تحقيق كلية الهندسة إنجاز رائع، وتقدمت المركز الأول في مجال الهندسة الكهربائية على الجامعات المصرية، والمركز الثالث في مجال هندسة الطاقة، وعالميا تعتبر من 301 إلى 400 أفضل جامعات على مستوى العالم. وده حقيقي بسبب تبني الجامعة أسيوط لدعم البحث العلمي والنشر الدولي، وإحنا كنا خدنا عدة قرارات في خلال السنوات الأخيرة لدعم الباحثين ودعم مكافآت النشر الدولي، وكذلك أنشأنا أكبر مركز للبحوث في الجامعات المصرية على مساحة 6000 متر بارتفاع 6 أدوار، بيجمع البحوث البينية كلها. ولهذا تبني هذه السياسات. خلينا أقول لحضرتك يا دكتور، يعني إحنا طماعين وغيورين، فاحنا عاوزين يعني كل الكليات بقى في جامعة أسيوط تحديدا تقدر اللي هي يعني تاخد مراكز متقدمة، مش على مستوى الجامعات في مصر بس، على مستوى العالم. عاوزين نعرف بقى الأسس اللي بيتم احتساب التميز والتقدم على مستوى الجامعات في الجمهورية وكمان جامعات العالم. عايز برضه اطمن حضرتك ان كليه الطب برضه اعتبرت من افضل 400 500 جامعه عالميا، وكليه الصيدله 500 600 في مجال علوم صيدليه. زي ما ذكرت لحضرتك، التصنيف يعني بالنسبه لهذا التصنيف شنغهاي بالذات بيعتمد على عده معايير، منها مثلا مرور الحياه دي مع جوائز نوبل من خلال الدراسه او التدريس بنسبه 20%، نجاح الخريجين 10%، حجم دراسات وابحاث منشوره في نيتشر وساينس البريطانيه 20%، الاشاره للبحوث في والجامعات وسائل الاعلام 20%، نسبه الاشاره برضه للباحثين في السنوات الخمسه الاخيره مثلا نسبه 20%، والاداء الاكاديمي بنسبه 10%. كل هذه المعايير حينما تقيم عالميا بيتم تصنيف الجامعات. انا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله مش بس حتى في شنغهاي، الشهر اللي فات كان في تصنيف ليدن برضو تقدمنا من رقم 873 عالميا الى 844، وده 29 رقم تقدمناه. برضو في تصنيف يو اس نيوز تقدمنا اكثر من 88 مركز، كنا في 892 وصلنا ل 804، كل ده بفضل سياسات انتهجتها جامعه اسيوط. وانا دكتور خليني اسال حضرتك هنا، يعني احنا بنتكلم في 800، ايه اللي ينقصنا علشان نكون بننافس في العشره الاوائل؟ حضرتك اللي انتهجت اولا في توجيه واضح جدا من القياده السياسيه والدوله في بتحسين تصنيف الجامعات دوليا، وفعلا وزاره التعليم العالي تبنت هذا النهج، وبالفعل صحيح. كل الجامعات المصريه والحكوميه على الاخص كمان بدات تتحسن في التصنيف. وعايز اقول لحضرتك برضو في
سواء جامعه القاهره وعين شمس والمنصوره واسكندريه واسيوط وكذلك الجامعات الاخرى تقدمت جدا، وفي بعض المجالات وبعض البرامج الدراسيه تقدمت فيها الجامعات واصبحت من ضمن المئه الاولى على مستوى العالم. فاحنا على مستوى الجامعه ككل بنتقدم، وعلى مستوى برضو برامج يمكن ذكرنا منها الهندسه ان احنا من افضل 300 جامعه كاسيوط يعني في برامج الهندسه الكهربائيه. يعني نعم. هي مجموعه سياسات بتؤدي للتحسين العام للجامعه كتصنيف دولي، وبرضه بنتبنى برامج متخصصه بنتقدم فيها تدريجيا في جميع المجالات، وان شاء الله يعني بفضل هذه السياسات وانتهاج هذه السياسات ان شاء نعم. الله اعتقد المرتبه افضل وافضل في ظل هذه اكيد طبعا ان شاء الله يا دكتور الله. ويمكن اللي حصل هو قفزة تاريخية غير مسبوقة، يعني أعتقد اللي إحنا وحبيب برضو تصحح لي المعلومة، أعتقد اللي إحنا قبل 2010 كنا بره التصنيف أصلا، يعني كان أغلب الجامعات ما بتدخلش في التصنيف العالمي. بالظبط كده يا فندم، قبل 2010 كانت معظم الجامعات المصرية بره التصنيف، وبعدين ابتدينا بقى من 2016 و17 وابتدت بقى القفزة الحقيقية من 2018. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بقى يا دكتور؟ يعني إيه اللي تم إضافته وتعظيم الاستفادة فيه من الجامعات المصرية؟ هل حصل توأمة مع يعني جامعات أخرى؟ إيه اللي حصل عشان دخلنا التصنيف وقدرنا إن إحنا نكون موجودين حتى لو رقم مش قريب، بس يعني دي خطوة من ألف خطوة؟ يعني الجامعات المصرية انتهجت وزارة التعليم العالي حضرتك في تبني ان هي تشوف ايه المعايير اللي هي التصنيفات الدوليه يعني بتقيس بها معدل اداء الجامعات. لا. وتم انشاء مكاتب للتصنيف الدولي بالجامعات المصريه كلها معنيه بالتركيز على ما هو المطلوب من كل جامعه لكي ترتقي دوليا. فاصبح في برامج التوأمه والشراكات والبحث العلمي، الدوله كلها حضرتك يا فندم في ثوره في الدوله كلها من اجل تحسين احوال المواطن وتحسين احوال الجامعات، وكان الجامعات جزء من الدوله وكان لازم نتقدم حضرتك وجذب الطلبه الوافدين. فالجامعات ركزت على ما هي المعايير الدوليه المطلوبه للتحسين، وركزت ان هي تاخذ بهذه المعايير لكي ما تكون مصنفين. ويمكن يا دكتور هو ده اللي حصل، ده كان السبب الرئيسي فيه لما احنا يعني او السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عن عام بناء الانسان، ما كانش مجرد شعار ولا حاجه من فراغ، علشان ابني انسان، علشان ابني مواطن مثقف، مواطن متعلم، لازم ان انا اهتم بالتعليم واهتم بالجامعات. الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس جامعه اسيوط لشؤون الدراسات العليا، بنشكرك والف مبروك مره تانية على التصنيف الخاص بشنغهاي.